الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. صدق الله العلي العظيم. النبي الأعظم محمد بن عبد الله رسول من الرسل، ماذا تعني هذه العبارة؟ المعنى واضح، هناك قواسم مشتركة بين جميع الرسل، هذه الأمور موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله. الرسل معصومون، فرسول الله صلى الله عليه وآله معصوم. الرسل يوحى إليهم، فرسول الله صلى الله عليه وآله يوحى إليه. الرسول سادات خلق الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله من سادات خلق الله عز وجل. كل شيء يكون لجميع الرسل يكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا معنى هذه العبارة. رسول من الرسل، الرسل من هم؟ الرسل هم الأشخاص المتصفون بصفات معينة، هذه الصفات التي موجودة في إبراهيم، ونفس الصفات موجودة في موسى، نفس الصفات موجودة في يونس، نفس الصفات موجودة في أيوب،
هذه الصفات الموجودة في كل فرد فرد من الرسل موجودة في رسول الله. هذا معنى هذه العبارة، أليس ذلك من الواضحات؟ الشخص الفلاني بلا تشبيه بين الأنبياء والرسل وبين غيرهم، الشخص الفلاني بروفيسور يعني ماذا؟ يعني ما يكون لكل بروفيسور يكون لهذا الشخص. الشخص الفلاني وجيه يعني ماذا؟ يعني الوجيه هو الشخص المتصف بالصفات، هذه الصفات موجودة في هذا الشخص. العبارة واضحة جدا. نعم قد يكون شخص متصفا بمزايا عن أقرانه، رسول الله خاتم الأنبياء رسول من الرسل، ولكنه متصف بصفات غير موجودة في سائر الرسل، هذا ممكن، كما هو بالفعل كذلك. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو سيد خلق الله، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الشاهد على الرسل والأنبياء، هذه مزايا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه المزايا غير موجودة في بقية الرسل. النبي صلى الله عليه وآله رسول من الرسل. الآن لنأتي إلى عبارة شريفة، بالقطع واليقين قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث معتبر عند جميع طوائف المسلمين، لا يوجد عالم بالرجال، عالم بالأسانيد على المباني المختلفة في الأسانيد والرجال، لا يوجد عالم في الرجال والأسانيد ضعف هذا الحديث الشريف أبدا. رجال هذا الحديث، رجال السند هذا الحديث ثقات بالاتفاق بين كل طوائف المسلمين. الحديث له أسانيد عديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين سبط من الأسباط. يعني ماذا هذه العبارة؟ عبارة لطيفة بسيطة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله على رسله بدون أي تكلف. ما المقصود؟ ما الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه العبارة؟ يعني ماذا حسين سبط من الأسباط؟ يعني ماذا؟ في حديث آخر: الحسن والحسين سبطان من الأسباط. يعني ماذا؟ النبي الأعظم رسول من الرسل، حسين سبط من الأسباط، الوزان وزان واحد. هناك فئة من خيرة الخلق ذكرها القرآن الكريم كما ذكر الرسل، وهم فئة الأسباط. الأسباط مذكورون في القرآن الكريم، لهم علامات، لهم مشتركات، لهم قواسم مشتركة، كما أن للرسل قواسم مشتركة، كل رسول يوحى إليه، كل رسول معصوم، كذلك للأسباط في القرآن الكريم ذكرت قواسم مشتركة.
هناك صفات موجودة في كل سبط من الأسباط كما ذكره القرآن الكريم. إحدى تلك القواسم المشتركة التي ذكرتها الآيات القرآنية العديدة للأسباط لهذه الفئة من الخيرة أن الأسباط يوحى إليهم. قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أنزل إلى إبراهيم أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. في سورة آل عمران آية مشابهة بهذه الآية المباركة بفوارق دقيقة لطيفة جدا. قل في الآية الأولى قولوا، في الآية الثانية قل، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هناك إلينا هنا علينا، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. يعني ماذا هذه العبارة؟ يعني الأسباط يوحى إليهم. لعل مشككا يحاول أن يتهرب يقول لا، لا توجد كلمة الوحي في هذه الآية، أنزل إلينا أنزل علينا. لعله يتهرب يريد أن يفسر الكلمة بتفسير آخر، وإن كانت القضية واضحة لا بأس. الأولى في سورة البقرة، الثانية في سورة آل عمران، أقرأ لكم آية ثالثة واضحة جدا في سورة النساء، السورة الثلاث المتتالية. في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يصرح بذلك. إنا أوحينا، مادة الوحي، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أوحينا وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. يوجد شك في هذا المعنى؟ أوحينا إلى من؟ الله سبحانه وتعالى ذكر عشرة قبل ذكر داود، وأوحينا إلى إبراهيم بعد نوح طبعا، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وابتدأ بنوح بعد ذلك، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. الأسباط ذكروا بين الرسل الذين أوحي إليهم. المشترك بين هؤلاء ما هو؟ الوحي. الله عز وجل يقول أوحينا إلى هؤلاء. إذن الأسباط فئة لها مواصفاتها،
لها مشتركاتها. من المشتركات بين جميع الأسباط أنهم يوحى إليهم. هل عرفت معنى الحديث الشريف؟ في الدستور بند مادة من يفسر هذه المادة؟ من اعتبره صاحب الدستور مفسرا للمادة؟ الوزير هو المتصف بالصفات الكذائية وله ميزات كذائية، يلزم أن يكون كل وزير هكذا. فإذا عين من بيده الاعتبار شخصا بعنوان أنه وزير، يعني تكون له جميع تلك الميزات ويكون متصفا بجميع تلك الصفات. الدستور القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر مواصفات للأسباط، من جملة المواصفات أن الأسباط يوحى إليهم. هنا يأتي من بيده التشريع، هنا يأتي من يعرف الكتاب، هنا يأتي من بيده الكتاب. من المفسر للقرآن؟ من الذي يحدد المفاهيم الواردة في القرآن؟ يوجد أعظم من رسول الله محمد بن عبد الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الكلمة الشريفة يشير إلى تلك الآيات القرآنية. رسول الله يعرف ما يقول. رسول الله هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي اعتبره كلام الله عز وجل. هنا رسول الله يقول حسين سبط من الأسباط، يعني ماذا؟ يعني كما أن الأسباط من مواصفاتهم أنهم يوحى إليهم، الحسين يوحى إليه. نعم يوحى إليه. طبعا هناك فرق بين الوحي القرآني وبين الوحي المطلق. الوحي القرآني أغلق بابه باستشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن القرآن اكتمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله. بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تضاف إلى القرآن الكريم كلمة واحدة، حرف واحد. القرآن اكتمل خلاص، هذا الباب أغلق لأنه اكتمل، وصل إلى الدرجة الكاملة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فبعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد وحي قرآني، شيء يجعل في القرآن لا يوجد. أما باب الوحي انقطع، لا، رسول الله خاتم الأنبياء رسول من الرسل، حسين سبط من الأسباط، الأسباط يوحى إليهم، حسين يوحى إليه. هذه المواصفة، هذه الصفة، هذه الميزة ذكرها القرآن الكريم للأسباط، والنبي صلى الله عليه وآله يبين أن الحسين منهم. غير هذا التفسير، جئ لي بتفسير آخر لكلام النبي صلى الله عليه وآله. يعني ماذا رسول الله يقول حسين سبط من الأسباط؟ فسر لي هذه الكلمة غير الذي قلته أنا. الأسباط حسين سبط منهم، الأسباط منهم؟
نعم يوحى إليه. طبعا المسلمون يعرفون، واضح عند المسلمين وضوح الشمس في رابعة النهار وفي رائعة النهار، أن كل شيء في الإسلام هو أشرف وأفضل بكثير من نظائره في الأمم السابقة. رسول الإسلام صلى الله عليه وآله أفضل بكثير بما لا قياس بينهما من بقية الرسل. كتاب الإسلام أفضل بكثير بما لا قياس بينهما من بقية الكتب السماوية. قبلة الإسلام أفضل بكثير من بقية من كل قبلة لأية أمة. الأعمال لأمة الإسلام أفضل بكثير من الأعمال للأمم السالفة. المسلمون بهذه الأمة، في هذه الأمة، أفضل بكثير من المؤمنين بالأمم السالفة. كل شيء في الإسلام مميز بالنسبة للأمم السالفة. كذلك أسباط هذه الأمة أفضل بكثير من أسباط الأمم السالفة. في حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في عبارة، في مقطع من هذه العبارة، يقول الله سبحانه وتعالى: والحسن والحسين سبطاك سيدا الأسباط. سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء في اليوم الأول من مولدها الشريف تكلمت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن أبي رسول الله سيد الأنبياء. وأن بعلي سيد الأوصياء. وولدي سادة الأسباط. هم سادة الأسباط، هم أفضل من بقية الأسباط. هم من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أفضل من بقية الأسباط، لا أكثر من ذلك. أقول أبناء الأئمة الطيبون منهم، العظماء منهم، أفضل من الأسباط في الأمم السالفة. أبو الفضل العباس أفضل من بقية الأسباط في الأمم السالفة. علي الأكبر أفضل من الأسباط في الأمم السالفة. أكثر من هذا أقول؟ أنا لا أقول، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. طبعا العالم الحقيقي، لا أقصد كل شخص يدعي ما يدعي، العالم الحقيقي في هذه الأمة أفضل من الأنبياء
رسول الله يقول صلى الله عليه وآله. في هذه الآيات المباركة هناك دقائق، من جملة الدقائق في هذه الآيات المباركة أنا قلت أن الحسين عليه الصلاة والسلام حاله حال من جهة هذه الميزات حال بقية الأسباط، كما أن الأسباط يوحى إليهم، الحسين عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. أنا أقول أكثر من ذلك، القرآن هذه الآية تقول أكثر من ذلك، ليس فقط أقول هذا الشيء، يجب علي أن أعتقد بهذا الشيء. الآية ماذا تقول؟ تقول قولوا، وفي الآية الثانية قل آمنا بالله، كما أنك تؤمن بالله يجب عليك أن تؤمن بالله، يجب عليك أن تؤمن بما نزل على رسول الله، يجب عليك أن تؤمن بما نزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يجب عليك أن تعتقد بهذه العقيدة. ليس فقط تقول إن الأسباط يوحى إليهم، لا، يجب عليك أن تعتقد أكثر من ذلك. الكلمة في بداية الآية المباركة قولوا أظهروا، ما هو معنى قل؟ آمنا بالله، خلاص. لماذا قل آمنا بالله؟ لماذا قل هو الله أحد؟ ذكرت ذلك سابقا، قل تفيد أن هذه المعلومة يجب أن يتجاهر بها. مرة أنت تعلم شيئا في قلبك، ولكن الله عز وجل يقول قل، جاهر. قولوا ليس فقط شيء في العقيدة في القلب، لا، جاهروا بذلك. قولوا الحسين سبط من الأسباط، الحسين يوحى إليه، ليس فقط يكون في قلوبكم في عقيدتكم، قولوا ذلك، قولوا آمنا بالله. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قولوا، يعني جاهروا. هذا بعد من أبعاد هذه الكلمة اللطيفة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حسين سبط من الأسباط. وهناك أبعاد أخرى لهذه الكلمة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذه الكلمة سردا، اقرأوا القصة التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذه العبارة. أحياناً الإنسان القضايا المهمة يذكرها بصورة عادية حتى لا تمتد إليها أيدي الإحراق، كما امتدت إلى الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في عصور مختلفة، وكي لا تمتد إليها أيدي التحريف كما امتدت إلى الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله من قبل أناس مختلفين في عصور شتى. الكلمة التي يذكرها الإنسان بصورة عادية الأعداء لا ينتبهون إليها، لا ينتبهون إلى أهميتها. النبي صلى الله عليه وآله في قضية معينة احتضن الحسين عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمة، حسين سبط من الأسباط، كلمة عادية، جد يقول عن حفيده،
حتى أن الأعداء حتى النواصر قالوا الحديث حديث صحيح لا شيء فيه، من غير أن ينتبهوا كلام النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى ماذا. هذا بعد من هذا الحديث الشريف. كلمة عن سيد الشهداء كانت، وكلمة عنا. بكل اختصار، بدون تفاصيل من النصوص الشريفة، بدون تفاصيل من التاريخ، بدون تفاصيل من واقعنا، العالم مجتمع، العالم الذي لا يجتمع اجتمع في شيء، اجتمع على محو الشعائر الحسينية. بدءا من المشركين، من غير أهل الكتاب، وإلى أهل الكتاب، وإلى طوائف ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين، وللأسف أقول وإلى فئات وفئات منا، طمس للشعائر الحسينية، محق للشعائر الحسينية. هذا ما يريده العالم. خمسون شخصا يخرجون في مسيرة ضد شيء أو وفق شيء، تأييد لشيء في العراق. قنوات الأخبار العالمية بمختلف اتجاهاتها بشتى أديانها ومذاهبها تذكر 50 شخص خرجوا في مسيرة كذائية، صور، تفاصيل، يأتون بمحللين سياسيين، ما الهدف من وراء ذلك؟ لماذا خرجوا؟ ما هي النتائج؟ ماذا حدث؟ 50 شخص، 100 شخص خرجوا في مسيرة في العراق، 20 مليون شخص في نفس العراق، لا في بلد بعيد آخر، في نفس العراق يخرجون إلى زيارة سيد الشهداء في 40. أكثر من 20 مليون أو أقل، ما يقارب من 20 مليون يخرجون. كل القنوات الإخبارية العالمية تخرس. فسر لي هذا الموقف. عندما أقول العالم اجتمع لمحق الشعائر الحسينية، 20 مليون في أيام السنة في أي بلد من بلاد العالم لا يذهب هذا العدد الكبير لمزار، لعمل معين، أبدا ولا كلمة. ممكن أن نقول أنهم ما رأوا، المراسلون الذين يعيشون في العراق يرون الصغير والكبير، يصورون فيديو، يعني قبل أن يكون الحدث حاضرون في ذلك المكان. ما حضروا قبل الحدث، بعد الحدث بنصف ساعة حاضرون كلهم، ولكن على مدى 10 أيام أمواج من البشر. العراق تفرغ في كربلاء، مدن العراق تفرغ، المراسلون لا يرون شيئا ولا ينقلون شيئا، لا فيديو ولا صور ولا كلمة. العالم اجتمع لسحق الشعائر الحسينية، حاشا أن يتمكن. العالم لو كانت قدراته ملايين أضعاف هذه القدرات
القدرات لما تمكن أن يضعف الشعائر الحسينية. الله يريد أن يحفظها، من العالم؟ ولكن هذا الوضع هو الوضع الذي نراه إخواني. العالم اجتمع لمحق الشعائر الحسينية، أنا وأنت يلزم أن نقف للشعائر الحسينية، نقف ولو بكلمة. ذكرت ذلك قبل أيام، الحسين مظلوم، على الأقل أعتبر ذلك، تقف لمظلوم. وأي مظلوم؟ هو ظلم، أبناؤه ظلم، أصحابه ظلم، نساؤه ظلم. هناك عبارة لا أريد أن أقرأ المصائب، فقط هذا البيت بيت واحد من الشعر الآن تذكرت، السيد حيدر الحلي يخاطب الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة، كلمة جدا مؤلمة. لا أعلم هذه الكلمة ماذا أحدثت في قلب الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة. يقول: يا أبا صالح، يا صاحب الأمر، حملت ودائعكم، زينب الكبرى هذه من ودائعكم، سكينة بنت الحسين من ودائعكم، أم كلثوم من ودائعكم، رقية الصغيرة من ودائعكم الصغيرة السن، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. تعلم يا أبا صالح أين ذهبوا بودائعكم؟ هذه ودائع الله عز وجل. الحسين مظلوم، اعتبره على الأقل أنه مظلوم، تريد أن تقف لمظلوم على الأقل؟ كيف وهو سيد المظلومين؟ ولو بكلمة. بكلمة يعني ماذا؟ أنت لا تملك أموالا بأموالك تقف للشعائر الحسينية، أنت لا تملك أولادا تجعلهم يخدمون في الشعائر الحسينية، أنت لا تملك نفوذا بنفوذك تسهل أمور القائمين بالشعائر الحسيني، أنت لا تملك وجاهة تجعل وجاهتك لنشر هذه الشعائر الحسيني، لا تملك قلما للكتابة، لا تعرف أن تكتب حتى تكتب كتابا تأييدا للشعائر الحسينية، أنت لا تملك وقتا، استعجل تريد أن تذهب إلى مكان، تمر من مكان ترى خيمة منصوبة مكتوب عليها يا حسين، شباب يوزعون كراسا، يوزعون طعاما، يوزعون الماء، لا تتمكن أن تنزل تقول لهم كلمة طيبة تؤيدهم فرضا، مستعجل عندك عمل معين مهم، على الأقل أقول ولو بكلمة، على الأقل عندما تصل إلى هؤلاء خفف السرعة وسيارتك تسير، قل لهم جزاكم الله خير الجزاء، قل لهم أجركم مع أمه فاطمة الزهراء، قل لهم كلمة طيبة
والله وبالله سترون آثار إيجابية لهذه الكلمة. في الدنيا ترون آثار إيجابية لهذه الكلمة بهذا المقدار. أيد الشعار الحسيني بكلمة، كلمة تشجيع. فكيف لو تمكنت من أكثر من ذلك؟ لا تتمكن بكلمة. لا يكن والعياذ بالله نثبط نثبط عزيمتهم، لا نكن نثبط عزائم هؤلاء الذين يخدمون بأي مبرر. لا تقل لهم لا، لا تقل لهم لا تفعلوا بأي مبرر. أنت على الأقل، أقول على الأقل، أنت لست مسؤولا عنهم. لو أخطأوا بنظرك عملهم خطأ فرضا، أنت لست مسؤولا عن أخطائه. أنت شجعهم على خدمة سيد الشهداء، أنت لا تقل لهم لا. يعملون شيئا فرضا، فرضا أقول فرضا، في بلد من البلاد خلاف القانون، ما عليك، أنت لا تقول لهم لا لا تفعلوا ذلك، هذا خلاف القانون، لا عليك، أنت تفعل خلاف القانون، لا هم يفعلون فرضا في بلد من البلاد، في بعض البلاد يصعبون. أنت كلمة لا لا تقل لهم، لا تثبط عزائمهم، شجعهم ولو بكلمة حتى نكون ممن يشملهم هذا الحديث الشريف، ممن يدخلون من هذه البوابة. إن الحسين باب من أبواب الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحق الحسين لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم بحق الحسين ارزقنا زيارته في الدنيا. اللهم بحقه ارزقنا شفاعته في الآخرة. اللهم بحق الحسين ادخلنا الجنة من باب الحسين. إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.